سفن قديمة تقف شامخة هنا أمام شارع الخليج العربي في الكويت، ويحد هذا الشارع من الجانب الآخر عدد من الدواوين القديمة التي كانت وما زالت تحتضن بين جدرانها تاريخ دولة وحضارة عريقة، كديوان ديكسون وديوان الشملان والعسعوسي. مكان يعني يحكي تاريخ الكويت وتراث الكويت البحري وثقافة أهل الكويت وديمقراطية أهل الكويت المتجذرة. الديوانية عبارة عن مجلس لاستقبال الأهل والزوار، وهي قاعة فسيحة تلحق بالمنزل أو تكون منفصلة في بعض الأحيان. إن هذه الدواوين ورثناها أبا عن جد، وإلى درجة أن آبائنا وأجدادنا السابقين رحمة الله عليهم ووالدينا ووالديكم وماتنا ومات المسلمين، أنهم كانوا من حرصهم على هذه الدواوين يوقفونها على أبنائهم. تختلف أنواع الدواوين، منها السياسي ومنها الاجتماعي والعائلي، لكن الهدف منها واحد. يلتقون في هذا الديوان للاستراحة وتبادل الأحاديث، بالإضافة إلى أيضا هو منطلق لأفراحهم وأتراحهم. أيضا كانوا يلتقون على التجارة وأعمال السفر من خلال هذه المواقع اللي هي الدواوين. وقد لعبت الدواوين دورا مهما أثناء الغزو العراقي للكويت. كانت توزع تجي الفلوس بالخياش أيام ما كانت إذا يمسكونك إعدام، فكانت تجي الفلوس بالخياش من أهل الكويت ويجتمعون عنده يوزعونها. وكنت أنا هني بهالشارع اللي تشوفه هذا كله ما كلها الديوان مفتوح. كانت الدواوين تلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية في الكويت، وما زالت الديوانية محافظة على مكانتها. ستبقى الديوانية رمزا من رموز التاريخ الكويتي الذي كان وما زال يحتضن ذكريات أهلها ومستقبل أبنائها. حسن الأحمدي، سكاي نيوز عربية، الكويت. للمزيد يبقى معنا أيضا الزميل حسن الأحمدي متواجد الآن في ديوانية المعجل. حسن، إليك. صباح الخير جرير وليلى. طبعا مواضيعنا نحن مختلفة من دولة الكويت وتغطيتنا مستمرة. طبعا اليوم رح نتحدث نحن عن الدواوين وأهميتها في المجتمع الكويتي. طبعا اليوم معنا الأخ فهد المعجل، صاحب ديوانية المعجل التي تأسست عام 1938. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أخوي فهد. تقدر أولا أحب أن أشكر تلفزيون سكاي نيوز العربية على تفضلهم بزيارة ديوان المعجل، وكما وسؤالك الآن، هو ديوان المعجل تأسس سنة 1938، أسس والدي المرحوم عبد الرحمن المعجل، وقد استمر هذا الديوان من سنة 38 إلى يومنا هذا، لم يسكر طوال هذه السنوات، حتى في أيام الغزو كان مفتوح، فاستمر الديوان من سنة 38 إلى الآن. في الدول العربية ما يعرفون شو يعني الديوانية، نقدر نشرح لهم شو يعني الديوانية؟ الكويت تميزت من غير الدول العربية كلها بالدواوين، وهذه الدواوين لها عراقة من بداية الكويت من 300 سنة. الديوانية عندهم ديوانية كأنها برلمان مصغر، يرود من كبار السن والشباب والوزراء والمسؤولين، ويتبادلون الأحاديث، ودائما لما صارت الديمقراطية والنواب يقولوا احنا نأخذ بعض الآراء من الدواوين. نعم. فكان الدواوين لها كانت مصدر من المصادر الرئيسية لسياسة الدولة. زين أبويا، تقدر تخبرني هل الدواوين حلت قضايا ومشاكل تهم الشارع الكويتي؟
يعني هي الدواوين تعطي آراء سواء اتخذت أو ما اتخذت، لكنها تعطي الآراء، فيها شيء يؤخذ فيه وفيها شيء ما يؤخذ فيه. يعني هذا دليل أن رواد الدواوين هم أصحاب قرار في الحكومة الكويتية. لا، الدواوين هي مؤثرة حتى بالانتخابات. المرشح للانتخابات يعتمد على حملاته على زيارة الدواوين، لأن الدواوين تؤثر حتى بالانتخابات وحتى ببعض الأشياء في القرارات التي قرارات تؤخذ من الدواوين. نعم، خبرنا شو كان دور الدواوين أيام الغزو. الدواوين أيام الغزو ما كانت كثيرة، معظمها سكر، لكن استمر أكثر الدواوين كانت لها خدمات حكومية تقريبا، يؤخذ فيها كل القرارات وعلى اتصال دائما مع الإدارة، مع في جدة مع المسؤولين السياسيين، ودائما يستنيرون بآرائهم وعلى اتصال مباشر دائما مع جدة. شو هو شعورك يوم انت الصبح تيجي تقعد في الديوانية وتلاقى مع ربعك وهلك في الديوانية؟ هاي متعة ما يعرفها إلا من يجربها، لأن اللقاءات الأخوية هذه تعطي الإنسان نوع من الثقافة، نوع من الاطلاع، نوع من يعرف شو البلد يعرف، فمتعة. الدواوين فوائد كثيرة، شو أهمها؟ والله كثيرة. الكويت فيها حسب إحصائية إن فيها 12,000 دوانية ما شاء الله، فيها منه مشهور وفيها منه دواوين عادية، بس حسب الإحصائية فيها 12,000 دوانية. وكيف تشوف الحين إقبال الشباب على الدواوين؟ يعني غريب إن بعض الدواوين تجد فيها دوانية الجيل الأول والجيل الثاني وحتى الجيل الثالث له دوانية، تجد دوانية فيها 3 دوانيات، ففي نوع من الرغبة في الاستمرار من الجيل الأول للجيل الثاني للجيل الثالث. يعني نحن نقدر نقول الحين الدواوين عبارة عن مجلس أمة مصغر؟ تقريبا مجلس أمة مصغر، دائما في نقاشات. نعم. سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ويعطون آراء، ودائما قرارات الدولة تؤخذ من الدواوين. نظام أو شكل الديوانية اختلف منذ القدم وحتى الآن. منذ القدم كان السقف من الشندل ونظام البيت كان مختلف، والآن اتغير. هذا كل مو بس الدواوين، حتى السكن، حتى الحياة الاجتماعية تغيرت مي مثل تماشياً مع التطور. نعم، كلمة أخيرة تحب تقولها للمشاهدين عن الديوانية؟ والله الديوانيات هذه تميزت فيها الكويت، وإن شاء الله تستمر، ودوانية متعة مثل ما قلت لك.